مقاتل سابق أوجه سابق وحاضرا وقائد عسكري أنا ما زال سابقا وأنا ما أعرف إذا اعتبروها ولا لا. خلينا نستقبل سوا هلا أنا وياكم نسمع أصيلة حلوة من شاعرنا جون دي. اسمعوا لي أغنية ملقب يا أبو الله. كأمس الذي عبر ومهما تأخر النصر فهو لا بد آتي. باسم الآب راعينا والابن فادينا والروح القدس حامينا أحييكم. أيها الرفاق، أيها الأصدقاء، أي لبنان نريد وأي لبنان يريدون؟ نريد لبنان وطنا سيدا حرا مستقلا لا يشبه اي وطن في العالم، فقط يشبه لبنان. نريد لبنان جبران، مش جبران مسير، جبران خليل جبران الذي قال: لو لم يكن لبنان لبناني لاخترت لبنان وطنا. لبنان الذي عرفناه يأكل مما يعجن ويقطف مما يزرع، أرض واحدة، شعب واحد، جيش واحد، تاريخ واحد، وحلم واحد هو حلم البشير بالعشرة آلاف وأربعمائة واثنان وخمسين في يوم. أما هم فيريدونه أن يأكل مما يخبزه الآخرون، أو بالأحرى يريدونه أن يأكل فضلات الآخرين ويحصد مما يزرعه الجيران على أرضه. يريدونه جزرا أمنية، نريده واحة حرية. يريدونه مخيمات وخيم، نريده مبادئ وقيم. يريدونه للنسب حزامة، نريده حبا وسلامة. يريدونه حروبا ودمارا، نريده بناء وإعمارا. يريدونه رعد ووعد وسامة، نريده على صدر الشرق وسامة. يريدونه منصة صواريخ، نريده صفحة ذهبية من صفحات التاريخ. جعلوا منه مربعات أمنية ونويلات طائفية، ربطوا مصيرهم خارج الحدود. فعند كل منعطف مصيري يهرول أبطال الإلغاء والتحرير والإصلاح والتغيير، يقدمون الاعتذار للشقيقة والجار مقابل حفنة من الدولار وقليل وكثير وكثير من العار. يقدمون الاعتذار، كلامهم كلام صغار من الزنار وتحت الزنار يا للعار. أما القادة الكبار حماة الوطن والجار، عند الملمات والأخطار يواجهون الأقدار بصدورهم، يواجهون الحديد والنار. وإذا استشهدوا لقوا ربهم الجبار بعزة وفخار، جبينهم مكلل بالغار، كبار وسيبقون إلى الأبد كبار. أما الزاحفون لاسترضاء الجار، عندما يلقون ربهم العلي الجبار سيحرقهم بالنار ويكلل جبينهم بالذل والعار.
صغار وسيحقرن إلى الأبد صغار. والذي هرب من المعركة كالفار يسأل عن تاريخنا وماضينا، سنرد عليه ولن نسكت بعد اليوم على تهجمه وأكاذيبه وعنترياته. نقول له: تاريخنا يشهد لنا وتاريخك يشهد عليك يا بطل التحرير المزعوم والإلغاء المشؤوم. تاريخنا وقفة عز في معركة شنكة، وملحمة بطولة في معركة إناث، ومجد المقاتلين في كل. تاريخنا وقفة عز في معركة شنكة، وملحمة بطولة في معركة إناث، ومجد المقاتلين في بلة. كنا نصيرا لمسيحي الجبل والشوم وشرق صيدا، وسندا لأهلنا في الأشرفية وعين الرمان يوم حاول أربابك أن يستريحوها. نحن خط الدفاع الأول والأخير عن القضية المسيحية. أين تاريخك؟ يشهد عليك التاريخ بالجبن والخيانة. جنودك وضباطك الذين غررت بهم وضحيت بهم لأنانيتك يشهدون عليك. الأسرى في السجون السورية يشهدون عليك. إلى الشام ذهبت، إلى الشام ذهبت، حيث يقبعون في زنزاناتهم تحت الأرض التي كنت ترقص فوقها. فرشوا لك السجاد الأحمر؟ ألم يذكرك اللون الأحمر بدماء من استشهدوا؟ استقبلوك بالطبول والزغاريد؟ ألم يذكرك هذا ببكائي ونحيبي أمهاتي وأخواتي وأبناء وأخوات الذين كانوا بإمرتك؟ أسألت عنهم أم أنكرتهم 3 مرات قبل صياح الدين؟ هؤلاء سيشهدون عليك، حتى بناتك سيشهدون عليك. تركتهن وفررت إلى السفارة الفرنسية، وأعطيت أمرا بوقف القتال على الراديو من السفارة الفرنسية. هل تحسب أن جنديا يقاتل ويحارب ويحمل راديو ترانزستور أو تلفزيون على ظهره ليسمع أمر وقف القتال؟ في مفهومنا العسكري القائد يتقدم الجنود في المعركة، وهو آخر من يترك أرض المعركة. هكذا علمنا قائدنا الحكيم. كان أبدا في الطليعة وآخر من ينسحب. هذا تاريخنا، هذا قائدنا، هذا مبدأنا. اسمع يا هذا والتعب مما سأقول. أنا قوتي، وسأقول لك من هو القوتي. القوتي هو المؤمن بأن حضوره في لبنان هو فعل شهادة